بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله وبعد. أعزائنا الطلبة، طلبة شعبة أدب وفلسفة، شعبة أدب ولغات أجنبية، نواصل سلسلة دروس مدرسة كور دي زاد مع محور الموافقات. واليوم رانا في الحصة الرابعة، رانا في الحصة الرابعة والأخيرة من حصص الموافقات. اليوم مش راح نتعلموا في الموافقات، نتعلموا بعض الأمور برك عملية. راح يقول لي أدرس تبعا لقيم أن بواقي قسمة عدد مثلا ثلاثة لكن أس أن على مثلا خمسة. كيفاش نديروا هذه العملية؟ لاحظوا برك معايا بهدوء العملية هذه كيفاش نديروا. نبدأ بقيمة بقيمة، نجربوا ثلاثة أس زيرو، هذا كي تحسبوه شحال تلقاوها؟ واحد. إذا راوي يوافق واحد بترديد خمسة. إذا نعاود معايا، نبدأ القيم تاع أن هذا ونجرب قيمة الأولى، أن بزيرو، أن بواحد، أن اثنين، وهكذا. ونبدأ نحسب، كي نحط الأس هذا أن، هذا الأس أن نحطه زيرو، تولي عندي ثلاثة أس زيرو اللي هي واحد. واحد يوافق واحد، أعطوني القيمة اللي بعد زيرو، واحد. ثلاثة أس واحد هي ثلاثة، كي تروح تقسمها على خمسة تعطيك ثلاثة الباقي، صح؟ عارفين علاش؟ هاي ثلاثة كي نقسموها على خمسة، ثلاثة أس واحد هذه كي نقسمها على خمسة أي تعطينا شحال؟ صفر والباقي ثلاثة. شوف مليحة مليحة هكذا، صح. أعطوني العدد اللي بعده، ثلاثة مربع، واش يوافق؟ ثلاثة مربع هذا كي تحسبوا أنت تلقاه تسعة، روح قسمو على خمسة، شحال تعطيك؟ واحد، والباقي شحال؟ أربعة. إذن ثلاثة أس اثنين توافق أربعة، ترديد خمسة. مليح، أعطونا اللي بعده، ثلاثة أس ثلاثة، هذه روح حسبها، شحال تلقاها؟ تلقاها 27. إذن ثلاثة أس ثلاثة تلقاها 27، قسمها على، عفوا، على خمسة، قسمها على خمسة تعطينا خمسة والباقي اثنين، هاي اثنين بترديد خمسة. إذا تبع دائما الباقي، بالك تغلط تحط الناتج. منين الآن؟ أعطونا اللي بعده، ثلاثة أس أربعة، منين اللي هي 81، ثلاثة أس أربعة تعطيكم شحال؟ 81. مليحة هكذا، ثلاثة أس أربعة تعطينا 81. قسم 81 على خمسة، منين الباقي راح تلقاوه؟ واحد. شحال يعطينا؟ قسمة خمسة إذن يعطينا 16. عاودوا ضرب 16 في خمسة تلقاها 80، الباقي واحد. الآن هنا راح نتوقف، علاش نتوقفوا هنا؟ لاحظ معايا، باش بدينا بالباقي، بدا الباقي واحد، وكملنا هنا بالواحد، لو كان نواصلوا يعاود يتكرروا، إذا راح نتوقف هنا، لما يعاود يظهر لي الباقي واحد، نتوقف. الآن هذه راح نديروا عملية واش؟ تعميم. ندير عملية واش هو؟ التعميم. وش هو التعميم هذه؟ ديرها على شكل جدول. هنا تحط ان اللي هو الاس، اش فعليه نحتاجوه، وهنا الباقي ولا البواقي اللي ظهروا معك. اذا في التعميم واش راح ندير؟ دير جدول، هنا نحط الاس اللي هو ان، هذا الاس هذا ان، وهنا نحط البواقي. مليح هكذا، شحال من باقي ظهر عندنا من غير ما يتكرر؟ عندي واحد زوج ثلاثة أربعة، عاود معايا، واحد زوج ثلاثة أربعة. إذن عندي ربع بواقي، نقسم الجدول هكذا، واحد زوج ثلاثة أربعة، إذن عندي ربع بواقي، إذن كل واحد ندير له خانة له، وعاود اكتب البواقي اللي ظهروا عندك بالترتيب، شكون اللي ظهر الأول؟ واحد، وبعد شكون ظهر؟ ثلاثة، وبعد واش ظهر؟ أربعة، وبعد ظهر واش هو؟ اثنين. نه؟ الآن متى ظهر الباقي واحد؟ كي كان الأس زيرو، هاني كاتبه هنا زيرو. متى الباقي ثلاثة؟ كي كان الأس واحد.
متى الباقي أربعة كي كان الأس اثنين؟ متى الباقي اثنين كي كان الأس ثلاثة؟ ليه؟ ولهذا يجب تهتم شكون اللي راه يأثر في الباقي؟ هو الأس. الأس زيرو يعطينا الباقي واحد، الأس واحد يعطينا الباقي ثلاثة، الأس اثنين يعطينا الباقي أربعة. معناه ثلاثة أسان. إذا حبيت تشوف الباقي ديالها على خمسة، شوف الأس وين راهو، أسكو صفر واحد اثنين أو ثلاثة. لكن صفر واحد وزوج ثلاثة مش هي كامل الأعداد. كيفاش نديرو لها التعميم؟ اسمع مليح كيفاش غنديرها. شحال من باقي عندنا هنايا؟ أربعة. شحال من باقي عندنا؟ أربع بواقي. هنا واش الزيرو هذا زيد له ربع هكا، دير أربعة هكا زائد واحد زائد صفر. منين جبت ربعة هذه؟ شحال من باقي عندي؟ قل لي هنا واش نكتب؟ أربعة هكا زائد واحد. هنا واش نكتب؟ أربعة هكا زائد اثنين. وهنا نكتب ربع هكا زائد ثلاثة. واضحة شو الفكرة؟ أربعة. الآن بعد نشوف هذا هو يسميه عملية التعميم. بعد نشوف الأثر تاع 4 كا زائد 0 و 4 كا زائد 1 في أمثلة ولا في تمارين مقبلة إن شاء الله. لكن دير في بالك كيفاش تقدر تلقى البواقي وكيفاش تقدر دير التعميم، ومن بعد نشوفو كيفاش نوافقو. وعرف كيفاش دير الجدول تاعك على أساس واش قسمنا عدد البواقي. هنا كان 0 1 2 3 هما الأس، هذا 0 1 2 3 ولا زدت 4 كا بالذات عندي ربع بواقي. ربع بواقي. نزيدو مثال آخر. نحتاج بواقي قسمة، بواقي قسمة سبعة أسآن مثلا على تسعة. بالك نحتاج شوية على حاسبة. واش نديرو في البداية؟ واش تبدأ؟ تبدأ بسبعة أس زيرو، سبعة أس صفر اللي هي واحد، سبعة أس صفر هي واحد، كي نقسموها على تسعة تعطيني واحد، بترديد تسعة. ومن بعد ندير العدد اللي بعده الأس، سبعة أس واحد توافق سبعة بترديد تسعة. ومن بعد عندنا سبعة أس اثنين اللي هي تسعة وأربعين، سبعة أس اثنين اللي هي تسعة وأربعين. ترى واش دير أنت؟ جيب تسعة وأربعين قسمها على تسعة. أي والله تسعة وأربعين قسمة تسعة تساوي شحال؟ تعطيك خمسة. وشفتو كيفاش كنا نلقاو الباقي؟ ندير تسعة وأربعين ناقص تسعة في خمسة، شوفوا لي الباقي شحال؟ أربعة. إذن هذه نكتبها أربعة ترديد تسعة. مليح. أعطوني العدد اللي بعده، سبعة أس ثلاثة. مطلع لنا واحد. شوفوا الآن سبعة أس ثلاثة كي نحسبوها، سبعة أس ثلاثة تساوي 343. إذن هذه سبعة أس ثلاثة 343 قسمها أنت على تسعة. إذن قسمة تسعة تساوي تعطينا 38، ونحوسوا على الباقي كالعادة 343 ناقص تسعة في 38 إذن واحد. إذن فيها راح يكون الباقي واحد. هنا نتوقفوا. إذن واش درنا؟ سبعة أس زيرو واحد، سبعة أس واحد سبعة، سبعة مربع حسبناها تسعة وأربعين قسمناها على تسعة لقينا الباقي أربعة، سبعة أس ثلاثة حسبناها قسمناها على تسعة لقينا الباقي واحد. توقفنا. إذن هنا نتوقفوا الآن. لو كان نكمل راح تعاود البواقي. دونك واش ندير الآن؟ نروحو نديرو عملية التعميم. شفا فقط كيفاش تتم عملية التعميم. باقي الأسئلة راح نتعودو عليها في التمام. الآن ما لازمش تحبس باك في هذا التعميم. كنا نديرو الجدول. هنا واش نحطو؟ آن اللي هو الأس، وهنا البواقي ولا الباقي. وعرف باللي كي يتغير الأس يتغير الباقي، وإذا حبيت تعرف الباقي يليق تعرف الأس. هذه ديرها قاعدة عندك. شحال من باقي عندي؟ من غير اللي تعاود هذا عندي واحد زوج ثلاثة، ثلاث بواقي. نقسم الجدول ثلاث أجزاء، واحد زوج
ثلاثة. وش نحطه هنا في هذه الخانات هذو؟ البواقي اللي ظهروا معنا. أول باقي ظهر معنا شكون هو؟ هو الواحد. وبعد وش ظهر معنا؟ سبعة. هاي لك سبعة. وبعد ظهر ربعة. منيه؟ قل لي متى كان الباقي واحد؟ الباقي واحد كي كان الأس زيرو. هاو زيرو. الأس. هاو الأس زيرو. إذن الأس زيرو الباقي واحد. الباقي سبعة كي كان الأس واحد. هاو واحد. الأس واحد الباقي سبعة. متى ظهر الباقي ربعة؟ كي كان الأس اثنين. إذا الباقي ربعة الأس هنا شحال؟ اثنين. كي عود الأس اثنين الباقي ربعة. لكن زيرو وآن ودو ما مش هما كامل البواقي، أما زلت عدد أخر. كيفاش نديرو التعميم؟ وش قلت لك دير؟ شحال من باقي عندك؟ واحد زوج ثلاثة. دير هنا ثلاثة ك زائد ثلاثة ك زائد واحد وثلاثة ك زائد اثنين. إذن مؤقتا في هذا الفيديو يكفي فقط درسوا لي البواقي، تخرجوهم وديروا التعميم. بقية الأسئلة راح نشوفوهم في التمارين. إلى هنا تنتهي هذه الحصة، أتمنى لكم التوفيق. إذن في آخر الفيديو راح نخلي لكم استجواب، سيديروا فيه محاولة ونخلي لكم معها الحل. الآن الموافقات هذه الحصة الأخيرة. دوك في الحصص الجاية وش راح نديروا؟ نديروا تمارين على الموافقات. راح نديروا شو؟ تمارين على الموافقات. شكرا لكم، تحياتي أنا الأستاذ حمزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.